نروح بقى لواشنطن. النهاردة البيت الأبيض أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية. سارة ساندرز وهي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية. احنا معانا على التليفون الأستاذ أحمد عطا الباحث في الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن. أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا هانم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. شايف ازاي الخطوه المتوقعه والمنتظره من ترامب لتصنيف الاخوان كمنظمه ارهابيه في الولايات المتحده الامريكيه؟ بدايه هذه الخطوه من قبل الاداره الامريكيه تاخرت عامين، لان منذ ان صعد الرئيس دونالد ترامب للمشهد السياسي منذ عامين تقريبا كان هناك قرار قد اتخذ وتم ترتيبه لإدراج التنظيم الدولي جماعة الإخوان على قوام الإرهاب الدولي، ولكن هذا القرار تم إجهاضه من خلال تعاون ثنائي وقتها حسب ما أكدت مصادر المعلومات من وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون ودولة قطر، لأن ريكس تيلرسون كان يعمل خلال فترة التسعينات من القرن الماضي رئيس مجلس الاعمال القطري الامريكي، فلعب دورا في ارجاع هذا القرار بالتعاون مع قطر. في نفس الوقت دوله قطر وقتها قامت بضخ استثمارات مباشره داخل حتى يتم اجهاض هذا القرار في اربعه ولايات: كاليفورنيا، فلوريدا، شيكاغو، تكساس، وخاصه تكساس تحديدا وفلوريدا. فلوريدا لان فيها مركز الدراسات الاسلاميه التابع للتنظيم الدولي والذي راسه عبد الواحد محمد علي احد قادات التنظيم الدولي، وهو مصري وكان مسؤول المكتب الاداري عن محافظه سوهاج، والمتهم الثالث في قضيه سلسبيل القضيه الاشهر لاخوان مصر اللي كان متورط معاه خالد صبحي. بالنسبه لدلاله هذا تجديد هذا القرار الان له دلالات حتى يكون معنا المشاهد المصري والعربي لماذا تحركت الإدارة الأمريكية نحو إصدار قرار وضع التنظيم الدولي أو الإخوان على قوام الإرهاب الدولي. هناك مؤشرات بتؤكد أن جماعة الإخوان بتلعب دورا داخل المشهد الليبي في دعم الميليشيات المسلحة من خلال دعم مباشر بالتنسيق مع إيران بتوريد مجموعة من الأسلحة لإجهاض الدور الذي يقوم به المشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي. هذا الملف وصل الإدارة الأمريكية من خلال الأمن القومي الأمريكي للبيت الأبيض، فكان لابد من التحرك وتحذير التنظيم الدولي فأن يكون له ذراع في دعم هذه الميليشيات التكفيرية المسلحة التي تلعب دورا لصالح المثلث التنظيم الدولي وقطر وإيران. الدلالة الثانية التي أكدتها معلومات يقينية بأن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان له استثمارات مباشرة مع إيران. هذه الاستثمارات قديمة كان يقودها مسؤول التنظيم الدولي منذ سبعينيات القرن الماضي رجل الأعمال والملياردير يوسف ندى الذي كان يمتلك بنوك التقوى وهو مقيم في سويسرا. هذا الرجل لديه استثمارات حسب ما اكدت المصادر، استثمارات يوسف ندى مع ايران تبلغ اكثر من 12 مليار دولار، وهذا ثابت وليس اجتهادا وليس ولكن معلومات يقينيه وثبوتيه على التنظيم الدولي. وكما تعلمين منذ اسبوعين الاداره الامريكيه تحركت في فرض عقوبات لاي دوله تتعاون مباشره او حتى تحصل على بترول من ايران. فكان لابد ان تتحرك الاداره الامريكيه نحو وقت اي دور يلعبه التنظيم الدولي في استمرار العلاقه الاقتصاديه بين التنظيم وايران من ناحيه، والدور الذي يلعبه التنظيم الدولي في توريد اسلحه للميليشيات داخل ليبيا، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى سنفترض ان هذا القرار قد تم بالفعل. هذا القرار اذا حدث بالفعل سيكون بمثابة انهيار تام
للقاعده الاقتصاديه. ايوه، انا يهمني اعرف الجزئيه دي فعلا استاذ احمد. يعني توابع القرار ده اذا صدر بالفعل هيكون ايه على اموال التنظيم الدولي لجماعه الاخوان الارهابيه؟ بدايه استثمارات التنظيم داخل القاره البيضاء ستكون تحت رقابه صارمه. ثانيا سيتم حظر ومنع تحرك شخصيات بعينها من مكتب كروكلود، مكتب التنظيم الدولي في لندن، وانتقالهم داخل من والى منطقه الشرق الاوسط. ثالثا ستكون هناك عقوبات في حركه رؤوس الاموال بالنسبه للتنظيم، وخاصه ان التنظيم الدولي لديه استثمارات في عدد من دول الشرق الاوسط وخاصه شمال افريقيا وتحديدا في دوله المغرب. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عطا. شكرا يا فندم.